بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، متابعي قنوات دبي ريسنج، أحييكم بأجمل تحية صباحية، فالسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته مع انطلاقاتي وتحدياتي سن الثنايا في صباح هذا اليوم. يأتي شوطنا الرابع وهو الشوط الخاص بالثنايا الجعدان وشعارات أبناء القبائل الحاضرة والمنتشرة على أرضية هذا الميدان في مسافة ورحلة 8 كيلومترات، المسافة الماراثونية في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نلحق بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك اللي قاد المجموعة، اللي قاد المجموعة منذ البداية شارد الشارد بناموس هذا الشوط. ياتي سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي أحد الشباب أيضا يتقدم بتحدياته. الشارد اللي انطلق منذ البداية واندفع بناموسي هذا الشوط يليب مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التسلل والتقدم مع نجد لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر تحديات السيال منصور بن سعيد بن راشد المزروعي. نتابع المركز الرابع، نتقدم أيضا ما ننطلق في تحديات مهيمن لحمد بن راشد بن غدير، من بدأ يهيمن ويتقدم مع المراكز المتقدمة. نتابع المركز الخامس، أرى التسلل، أرى التقدم من الجانب الآخر الواضح لمحمد بن علي بن حماد الشامسي، وضحت أموره، تقدم على مستوى المركز الخامس. الدور دور المركز السادس، تحديات قادمة مع زياش لسعيد بن راشد بن غدير، من يتسلل على مستوى المركز السادس وسابع الانطلاقات، سابع التحديات. أرى القدوم، أرى التسلل مع الداهية لسعيد بن ناصر بن مشيط المري، من يأتي بتقدم الداهية اللي وصل على مستوى المركز السابع. ثامنا مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات مع الباز لعتيج بن سيب بن عبيد بن سعيد بن كديدة، من ياتي على مستوى المركز الثامن. ومع المركز التاسع يصل في هذه اللحظات داوي لسالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، بينما اذا انطلقنا مع المركز العاشر، مع المركز العاشر بالابيض لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري يتقدم بدوره على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، ندان الأول، جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمدفعة بتحديات هذا الشوط، أول أشواط الجعدان المهجنات الأصايل، ولكن أرى هناك أيضا أسامي صالت وجارت ما بعد العشر، نترقبها باللحظات الأخيرة، ولكن لنا عودة مع الصدارة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع، على هذا التقدم، على هذا التميز مع الشارد، مع الشارد اللي شرد بناموسي هذا الشوط، مع ايضا السير بن عبيد بن عبد الله بن يميع، من ياتي مقدما للشارد يندفع اندفاعا تلقائي، اندفاعا ذاتي ما شاء الله، يغرد خارج السرب وحيدا منطلقا مندفعا بناموسي هذا الشوط ما شاء الله. بدون يا وامر الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الكيلومترات الاولى، ينفرد الشارد بناموسي هذا الشوط، واخذ خدمه كامله، اخذ خدمه كامله مع الكادر العلوي لقناه دبي ريسنج. نتابعه بدا يغادر حزام الغابات الاول مع هذا الانطلاق المتميز، اي غادرنا لوحه الخمسه كيلومترات، والشارد ينفرد، الشارد ينفرد بالصدارة يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التقدم في هذه اللحظات. نتابع سيال لمنصور بن سعيد بن راشد المزروعياتي بتحديات سيال مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث مهيمن لحمد بن راشد بن غدير، من يتابع مهيمن مع المركز الثالث، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع تحديات الواضح على مستوى المركز الرابع،
بتقدم محمد بن علي بن حماد الشامسي من ياتي بتحديات الواضح على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات شعارك يا سعيد يا بن عبيد يا بن خليفة يا الحميري مقدما تحديات نجد على مستوى المركز الخامس. نتابع المركز السادس والداهية اللي قادم اللي قادم اللي قادم ايضا بتحديات سعيد بن ناصر بن مشيط المري يقدم الداهية على مستوى المركز السادس. سابع الانطلاقات سابع التحديات زياش لسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي ياتي بتحديات زياش على مستوى المركز السابع. بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن الباز لعتيج بسيب بن عبيد بن كديدة ياتي بتحديات الباز على مستوى المركز الثامن. وتاسع الانطلاقات داوي لسالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري. بينما اذا انطلقنا مع المركز العاشر مع المركز العاشر بالابيض بشعار وتقدم حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري. هذه نتيجتنا هذه نتيجتنا للعشر المراكز المتقدمة. وهناك ايضا الاندفاع الحاضر مع بن يميع ومع الشارد باندفاع ذاتي منذ البداية يغادر يغادر الشارد بناموس هذا الشوط. ما شاء الله ما شاء الله ينفرد انفراد كلي بتحديات هذا الشوط. يا ليت مصورنا ياخذ لنا المسافه ما بينه ما بينه وما بين المقيه مسافه كفيله لانتزاع ناموس هذا الشوط. ما شاء الله حط فارق ما بينه ما بينه وما بين البقيه. اشكرك اشكرك على المتابعه مع مخرجنا ايضا مع مصورنا اللي اخذ لنا اللقطه ما بين ما بين الشارد وما بين البقيه في هذا الانطلاق المتميز. ما شاء الله الشارد اللي شارد اللي شارد بناموسي هذا الشوط. وسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي يتابعه يتابعه. اهالي النجمة ايضا يتابعون هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المتميز مع الشارد مع الشارد اللي شارد بناموسي هذا الشوط. ولكن نتابع المجموعة القادمة والهاجمين ايضا والطامحين بناموسي هذا الشوط. نتابع المركز الثاني نتابع المركز الثاني سيال اللي بدأ يتقدم على مستوى المركز الثاني ياتي بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. ما شاء الله تبارك الله منصور بن سعيد بن راشد المزروعي يقدم يقدم سيال. والداهية الداهية مع المركز الثالث يقدم بن مشيط السعيد بن ناصر بن مشيط المري ياتي بتحديات الداهية مع أهالي الباهية يتقدمون على مستوى المركز الثالث. ومع المركز الرابع وصول تقدم وانطلاق في هذه اللحظات. نتابع التقدم والانطلاق المتميز مع مهيمن لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي يتابع مهيمن ينطلق مع مهيمن على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات الواضحة لمحمد بن علي بن حماد الشامسي يقدم الواضح مع المركز الخامس. بينما اذا انطلقنا مع المركز السادس مشاهدينا متابعين الكرام والاسم القادم في هذه اللحظات نتابع داوي لسالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري يقدم هذا الاسم. وشعار الحميري ايضا بدأ ينضم في هذه اللحظات بتحديات نجد سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. هذه نتيجتنا هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعين الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط. واسهلت عن الموقع غادرنا غادرنا لوحة الاثنين كيلومترات. والشارد شارد بناموسي هذا الشوط يتقدم يندفع بالصدارة حط فارق ما بينه وما بين البقية بشعار. ومتابعة السهير بن عبيد بن عبد الله بن يميع من يتابع من يتابع هذا التقدم وهذا الانطلاق المتميز. من قدم الأسامي اللامعة في هذا العالم الساحر ياتي بتحديات الشارد وهو يتقدم يندفع بالصدارة. باعد باعد المسافة منذ البداية منذ البداية هو الأقرب هو الأقرب لناموس هذا الشوط بهذا الأداء المتميز. نتابع المركز الثاني نتابع المركز الثاني والاسم
القادم في هذه اللحظات. مهيمن من بدأ يهيمن على مستوى المركز الثاني بتابعه حمد بن راشد بن غدير، سعار بن حماد مع الواضح، محمد بن علي بن حماد الشامسي رابع الانطلاقات الداهية لسعيد بن ناصر بن مشيط المري يتقدم أيضا بهذا الأداء المتميز. ومع المركز الخامس، مع المركز الخامس ياتي سيال بشعار منصور بن سعيد بن راشد المزروعي. هذه النتيجة. نعود مع الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، مع الصدارة والبداية والمقدم والشارد الشارد الشارد شارد بناموسي هذا الشوط. أشكرك يا النادر، أشكرك يا النادر بهذا التقدم الواضح اللي قدم شارد. راعي صايب راح بناموسي هذا الشوط ليهدي السلامات لأهالي النجمة بهذا الانطلاق المتميز بعد المسافة بهذه العروض المتميزة. ما شاء الله تبارك الله يضيف هذا الإنجاز وهذا الفوز في سجلات الحافلة بالإنجازات والتحديات. أشكرك يا بني ميع، أشكرك يا بني ميع على هذا التألق مع هذا الاندفاع المتميز. وبدون أي منافس، بدون أي منافس ينطلق بناموسي هذا الشوط وعصاراك دوامنا، عصاراك دوامنا عطاه التعليمات راح مع القرية التراثية. سلام للنجمة، سلام للنادر بهذا الأداء المتميز. والشارد الشارد الشارد من شرد بناموسي هذا الشوط ليهدي السلامات لهالي النجمة. مشكور يا سهيل، يا ابن عبيد، يا بن يميع، مشكور يا ابو عبد الله، يا ابو عبيد مع هذا الأداء المتميز والشارد ولحظات وصوله إلى خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منافس قام راس وانهى الشوط راس. سلام للنجمة، سلام. أشكرك يا بني ميع على المحافظة على هذه النوعيات المتميزة. والشارد يصل إلى خط النهاية بدون أي منافس. المركز الثاني مهيمن لحمد بن راشد بن غدير، الداهية مع المركز الثالث لسعيد بن ناصر بن مشيط المري. المركز الرابع جاء غازي بشعار عبد الله بن سعيد بن حب العامري. والمركز الخامس الواضح بشعار محمد بن علي بن حماد الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني. التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح 12 دقيقة 47 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمارك الشارد السهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي على فوز الشارد بالمركز الأول مع التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح، بينما اللي وصل مع المركز الثاني 12 دقيقة 53 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية اللي هو مهيمن بشعار حمد بن راشد بن غدير. اللي وصل مع المركز الثالث الداهية توقيت الزمن 12 دقيقة 53 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سعيد بن ناصر بن مشيط المري.